بلهجة أخرى اللي غنخليها مفاجأة. ساليت تسجيل ديال الأغنية وإن شاء الله بعد راس السنة غادي ينزل الكليب والأغنية. بالنسبة للطلاق هذا كيبقى إشاعة والناس ما خصهمش يصدقوا أي حاجة شافوها في السوشيال ميديا، حيت لأن كاين الحاجة اللي كتكون بالصح وكاين الحاجة اللي كتكون لا. ولكن كاين طلاق، يعني راه كما خليت الجمهور ديالي يعرف انني تزوجت غنخليه يعرف انني طلقت على لساني، ماشي على لسان شي باج ولا صحافه ولا جاد. مبيدة حياتي هو كل حاجه بالنسبه لي. لا حاليا باقي ما كاين حتى شي حاجه، باقي ما كاين حتى شي حاجه، داكشي ديال الله. الا كانت شي حاجه مرحبا بها. الحمد لله دابا انا كنتمتع بصحه جيده الحمد لله، والعمليه كانت ناجحه جدا، واخا انني كنت في الاول متخوفه منها بحكم ان ليكواد قرابين شويه الاحبال الصوتيه، فكنت متخوفه بزاف من العمليه، ولكن كلشي داز بخير. العمليه خدات لي يعني بقيت جالسه في الطبيب 5 ايام ونوض بصحه جيده الحمد لله، وكنحمد الله على هاد على الصحه. لا الغناء غيبقى هو الغناء، ما غاديش ياخذني حتى شي حاجه على الغناء، ولكن الا جاوني شي عروض ديال التمثيل اللي في المستوى وتليق بيا ومحترمه علاش لا. واش نقول لك الجمهور كنتمنى له الصحه اول حاجه اللي هي اهم حاجه، حيت لما مشات الصحه ما كتبقى حتى حاجه. انا دائما كنتمنى لراسي غير الصحه، كنتمنى لهم الصحه ويعيشوا في سلام ويعطيهم الرزق واي حاجه كيتمنوها في حياتهم.